محمد، انتوا في بيت واحد، وبعدين هل الوالد مثلا شاف ان كل واحد يلعب في الفرقه دي كان طبيعي بالنسبه لكم، ولا كان الوالد اصلا معترض او الاسره معترضه على لعب الكوره يعني؟ لا لا، بص، هو الوالد رحمه الله عليه كان يعني ما كانش غاوي كوره، ما كانش، بالرغم ان هو كان زميل الكابتن حلمي الله يرحمه، كان مع بعض في وزاره الزراعه، قعدوا زمايلي اكتر من 20 سنه كانوا مع بعض في حلمي زموره؟ وبالرغم من كده هو ما كانش بيحب الكوره يعني. ما يعني اقول لك على مفارقه غريبه، مره كان في ماتش زمالك وترسانه بنلعب ضد بعض، ماتش متذاع في التلفزيون، وكنت انتوا حضرتك الاثنين بتلعبوا؟ بنلعب ضد بعض. وهو نايم، والدي نايم، فدخلت عمتي الله يرحمها، فبتقول له انت ولادك الاثنين في التلفزيون وانت نايم وبتاع. قال لها بس هتفرج عليه بدل ما حد فيهم يتخبط يتعور ولا حاجه ولا قال. فهو ما كانش يعني موضوع الكوره بالنسبه له، هو طبعا كان بيتمنى ان جمال يبقى يعني نبقى في الزمالك احنا الاثنين يعني، بس لكن ما كانش حلمي. فيه اعتراض. الكابتن حلمي مره انا سمعته يعني، كان عندنا في البيت كنا على طول الكابتن حلمي بيجي لنا عشان اصدقاء يعني، هو والدي الله يرحمه. فكان الماتش هيتلعب بكره، فانا سامع الكابتن حلمي بيكلمه بيقول له اظن انت اكتر واحد في مصر النهارده ضم الاثنين بونت. قال له يعني ايه؟ قال له يعني الزمالك كسب الاثنين بونت في البيت، الترسانه كسب الاثنين بونت، تعادلوا الاثنين بونت برضه في البيت. كل واحد ياخد بونت ويمشي. ايوه.